مرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان القوانين المتعلقة باستغلال المياه. في حياتنا كنحتاجو لاستعمال كميات مهمة من المياه في مجالات متعددة حياتية يومية وفلاحية وصناعية، لكن استغلال هذه المياه في أي ميدان لازم تقنين وشروط، الشيء اللي غيمكننا من الحفاظ على هذه الثروة. الحاجة للماء مسألة ملحة في شتى مجالات الحياة. الماء صالح للشرب وما كيتطلبو من حفر للآبار وغيرها، ومياه للسقي في الضيعات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الحاجة للمياه في أغلب الأنشطة الصناعية. هذه الحاجة الملحة كتدفع البعض إلى استغلال المياه بطرق غير قانونية، كتعمل على استنزاف الثروة المائية وإلحاق الضرر بالفرشات المائية. نشوف الآن رأي مختص في مجال تدبير المياه. من أجل المحافظة على المياه واستغلالها أحسن استغلال وتثمينها بطبيعة الحال لابد من نصوص قانونية، وفي المغرب تم تحيين القانون ديال الماء المتعلق بالماء من أجل مواكبة الدينامية والتطور التي يشهدها الميدان هذا، وأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على المجال وكذلك التغيرات المناخية اللي أصبح واقع في بلادنا. شنو هي التدابير والاحتياطات اللي اتخذتها الدولة بهدف التدبير العقلاني للثروة المائية؟ القانون الجديد جاء من أجل دعم المكتسبات ورفع بعض التحديات والنواقص ودعم الحكامة الجيدة للموارد المائية على الصعيد الترابي بنهج السياسة ديال التدبير المندمج واللامركزي للموارد المائية. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.